الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الحلقة رقم 8 في سلسلة احتراف الأوتوكاد. الفيديوهات اللي قبل كده ال7 حلقات اللي فاتوا موجودين على هاشتاج كات زون، وموجودين برضو على اليوتيوب في بلاي ليست كات زون. النهاردة هنتكلم في أمر من الأوامر المهمة برضو اللي تخليك سريع في البرنامج، هو إن أنا لو عايز أعرف سنتر شكل هندسي سواء كان منتظم أو غير منتظم بطريقة بسيطة وسهلة. الفكرة كلها ان انا هقول مثلا انا لو عندي شكل مستطيل بالشكل ده، تمام، او مثلا كان عندي شكل غير منتظم بالشكل ده، تمام. طبعا ده شكل منتظم وده شكل غير منتظم. لو الشكل كان منتظم معاك ده تقدر تتعامل فيه بحاجة اسمها ميد بتوين تو بوينت. بمعنى ايه؟ يعني سي مثلا انا عايز ارسم لاين من او عايز ارسم دايره من سنتر المستطيل ده، في عندك كذا خيار. انك ممكن تروح تاخد خط محوري كده وتقف على النقطه السنتر بتاعه دي، وتروح تاخد امر الدايره ده وترسم من كده. ده كده الدايره في السنتر بتاع ايه، انت راسم دايره من سنتر المستطيل. ده حل. في حل تاني ان انا اروح اقف على امر الدايره، تمام، وهقول له شافت مع كليك يمين الاتنين مع بعض، وهقول له ميد بتوين تو بوينت، واقول له من هنا لهنا هتلاقيه بدأ يرسم معاك الدايرة من النص اهوت زي ما احنا شايفين، تمام. ده كده رسم لك الدايرة من النص. طيب في امر بقى ينفع معانا، طبعا ميد بتوين تو بوينت ما تنفعش مع شكل زي ده دلوقتي الشكل غير منتظم فما ينفعش معاه. طب الحل ايه بقى، ايه ساعتها الحل؟ في امر اللي هو تاني هنستخدمه، بنضغط بي او مسطرة، نزوم بس عشان الناس تبقى شايفة الأمر، تمام، وبضغط أبوستروف كال، تمام، مسطرة. ببدأ أحدد له عدد زوايا المنشأ اللي عندي أو الشكل الهندسي اللي أنا شغال عليه. أنا عندي الشكل زي ده ليه كام نهاية أو ليه كام زاوية؟ أدي 1 2 3 4 5، يبقى ده ليه 5 نهايات أو 5 زوايا. فبروح أفتح قوس وبكتب end زائد end زائد end زائد end زائد end، واقفل القوس وبقول له اقسمهم لي على 5، يعني هات لي سنتر ال5 زوايا دول. هقول له انتر، هيقول لي طيب حدد لي ال5 زوايا. وانا بزوم خلي بالك لازم تكون الزاويه واقعه جوه مربع السلكت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. فهضغط ادي 1 2 3 4 5، هتلاقي ده دلوقتي السنتر بتاع الشكل اللي عندك، تمام. طيب لو احنا جربنا على شكل تاني، شكل تاني بالشكل ده، شكل زي ده، هروح برضه اقول له اختصار امره ده اللي هو بوينت وكال، تمام، وهقول له افتح قوس الشكل ده ليه 4 زوايا. فراح اقول له اند زائد اند زائد اند زائد اند، واقفل القوس واقسم على 4، انتر، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. تاني بس معلش، بي او مسطرة ابوستروف كال مسطرة، هروح اقول له اند زائد اند زائد اند زائد اند، واقفل القوس اقسم على 4، هيقول لك حددهم لي، ادي 1 2 3 4. هيبقى دلوقتي ده السنتر بتاعي، بحيث ان انا لو عايز انسخ الشكل ده فاروح اقول له علم عليه واخده من النقطه دي. انا عايز احطه دلوقتي في سنتر الشكل المستطيل ده اللي هو المنتظم، فاروح اعمل شيفت كليك يمين ميد بتوين تو بوينت، واقول له من النقطه دي والنقطه دي، هتلاقي الشكل هو نزل معاك في السنتر بتاع المستطيل. او لو انا كنت عايز ارسم لاين فاقدر ارسم لاين عادي من سنتر الشكل. يبقى الفكره دي ان انا دلوقتي بقدر اعرف سنتر الشكل سواء كان منتظم او غير منتظم. لو كان منتظم بترجع للامر الاسهل اللي هو الشيفت مع كليك يمين، هتطلع لك القايمه دي فتختار ميد بتوين تو بوينت. طب لو الشكل كان غير منتظم زي الشكلين دول فتبدا تلجا لامر البوينت، وبعد كده تكتب سبيس او الصرف كال سبيس، وتبدا تدخل عدد الزوايا اللي عندك وتقسم على عددهم بحيث يجيب لك السنتر بتاعهم، وتبدا تظهر معاك البوينت. لو البوينت دي ما كانتش ظاهره معاك ممكن تروح تزورها من الفورمات البوينت ستايل، اختار مثلا الشكل ده وتضغط اوكي هتظهر معاك. بس شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.